ترجع للفريق الكرواتي. كرواتيا افضل بكثير. تشيكيا اوت البطوله. تشيكيا ستغادر البطوله. كرواتيا واسبانيا من سيصعدان؟ التاكيد الان. الهدف الاول التاكيد الان من بيريتشيتش. وتشيكي تشتس كوره في الجول، كوره في المقص، يلعبها بعيده في الزاويه. فرحه الكروات، تقدم الكروات، هاهله الكروات، تاهليه الكروات. كورة بامتياز في ال 37، حداله على يمينه ولا على يساره. 1-0 اللاعب بيريتشيتش. بيريتشيتش لاعب الانتر ميلانو المولود في 2 فبراير 89، 27 سنة في العمر، 49 مباراة في الدوليات، 14 هدف. بهذا الهدف بيريتشيتش الرائع. بيريتشيتش اوب هنا يفكس المدافع ويضرب على يسار الحارس. الهدف الاول بيسره في يسار الحارس تشيك، والكره 1-0 للفريق الكرواتي. تلاقه مستحقه وهدف مؤكد للمنتخب الكرواتي.